السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجر العاملين. برنامجكم كما عودناكم يستعرض نشاطات مؤسسات وأقسام العتبة العباسية المقدسة في خدمة زائري أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حلقتنا لهذا اليوم عن قسم مهم جدا، وتقريبا هو من أهم الأقسام اللي على تماس مع الزائرين، ألا وهو قسم الآليات، ورئيسه الأستاذ المهندس الأستاذ عبد الجواد الزغيبي. فأهلا وسهلا به. أهلا ومرحبا، بارك الله بك أستاذ عبد الجواد. يا ريت تخلينا بالصورة في هذا القسم. هذا القسم يعني قد هو قسم الآليات، بس يمكن هناك خدمات يقدمها للزائر غير مجرد الآليات، يعني خدمات مباشرة اللي هي النقل أو غيرها، وربما خدمات غير مباشرة بموضوع الإدامة وغيرها الأمور. يا ريت تخلونا بالصورة عن هذا القسم كنشاطات. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الآليات معلوم لجنابك من الأقسام الحيوية بالعتبة العباسية المقدسة، وحتى على مستوى العالم موضوع النقل موضوع مهم وله علاقة بسيادة الدول، ولهذا شوف المشاكل على الموانئ وإلى آخره. قسم الآليات بالعتبة العباسية عندنا أكثر من مهمة. المهمة الأساسية، واحدة من المهام، اللي هي نقل الزائرين أيام الزيارات المليونية والزيارات الاعتيادية، ونقل الوفود والوفود اللي يجون للعتبة العباسية المقدسة، إضافة إلى موضوع الخدمات التخصصية اللي هي مثلا موضوع الإسعافات. يعني للقسم الآليات دور كلش مهم في موضوع الجائحة هذه، يعني موضوع السيارات الإسعاف جنابكم على اطلاع، سواء لنقل المواطنين حالات الطبية تحتاج يعني الطارئة أو وحتى المصابين كورونا. نعم، يعني عندنا ناس مجندين لهالموضوع ومجهزين بكامل التقنيات والسيارات مجهزة تنقل المصابين، يعني مصاب سواء من المنتسبين أو من الزائرين اللي موجودين، طبعا مع اتخاذ كافة التدابير القضايا الوقاية للسائق، وعزل عزل السيارة. نعم. شعب القسم، يعني يا ريت ناخذ شعبة ونشوف مهامها بخدمة الزائرين شنو. مثلا خلينا ناخذ مثلا الشعبة الأهم اللي هي مع تماس مع الزائرين، أعتقد شعبة نقل الزائرين. يعني الواضح من المسمى، تأسست هاي الشعبة والهدف منها خدمة الزائرين اللي يزورون كربلاء المقدسة. بالمناسبة مو بس الزائرين يزورون كربلاء المقدسة بالزيارات المليونية، كل من تطأ قدم أرض الحسين عليه السلام العتبة العباسية أو سيارات قسم الآليات هي في خدمتهم، تنقلهم. تتذكر أيام كانت القطوعات بالمدينة، المدينة القديمة، إحنا مخلين بحدود 80 سيارة تشتغل بالداخل لنقل الناس، هذا أسطول كامل، سيارات مبردة. نعم، على مدار الساعة. بالمناسبة دوام قسم الآليات يعني 24 ساعة، خدمات موجودة 24 ساعة. هذه في قسم موضوع نقل الزائرين بالأيام الاعتيادية، السيارات اللي تنقل مجانا من مناطق القطوعات إلى مركز المدينة القديمة. هسه الحمد لله مع تحسن الوضع هذه ما انتفت الحاجة، موجودة السيارات تنقل الزوار في كل مكان في كل مناسبة. كان تذكرون لها دور كبير في موضوع دعم الحشد، سياراتنا ساهمت مساهمة كبيرة جدا في نقل المتطوعين من مناطق سكناهم إلى مناطق الجبهات وبالعكس لفترات طويلة إلى أن انتهى هذا الموضوع، إلى أن تحقق النصر. هنا عندنا في موضوعة يعني نقل الزائرين في موسم الأربعين، أنتم عندكم شغل خاص في هذه الشعبة، يا ريت تسلط لنا الضوء. يعني في حقيقة تعرف جنابك الزائرين يفدون إلى كربلاء المقدسة من 3 محاور رئيسية، اللي هو محور بغداد، محور النجف، ومحور الهندية. نعم. قضية إدارية وتنظيمية مع المحافظة اللي هي قائمة على موضوع تنظيم حركة النقل بإشراف وزير النقل والمحافظ. صار التوجه أنه آليات العتبة العباسية وآليات العتبة الحسينية تكون جهدهم على محور الكربلاء بابل. نعم. المحور الهندية أضافة إلى بعض الجهات الساندة، لكن الموضوع الأساسي على العتبتين. يعني كأنه كل وزارة أو جهة مكلفة في أحد المحاور. إحنا استعداداتنا بدت من قبل حوالي 10 أيام، موضوع تنظيم إداري، المراقبين، موضوع نقل الأكل للسواق. إحنا السيارة عندنا 24 ساعة ما تطفي، يعني تبدي من ندخل إنذار قبل فترة من نشوف أكو ضرورة تشتغل السيارة، وهذه السيارة بعد ما تطفي السواق يتبدلون عليها وهي مكانها، الأكل يوصل للسائق بمكانه. عندنا موبايل وركشوب، السيارة في أي مكان تتعطل الورشة تروح لها، ما توقف السيارة، ما عندنا سيارة توقف. حلو. الأكل يوصل لهم،
انتم طبعا عندكم يعني هذا بعدين راح نتطرق له اللي هو اللي يعني اشبه بمدينه صناعيه او حي صناعي. نعم 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 بعدين نتطرق نعم له في هالخدمه. نعم موضوع الوقود، الوقود يروح للسياره مو سياره تجي للوقود. عندنا حلو صهاريج حلو وهذه تروح في نقاط معينه بحيث من اثر. يعني انا يعني اول مره اسمع هاي المعلومات. مهمه احنا نستثمر الوقت، تعرف بالزياره حركه السيارات بوجود يعني مدينه صغيره والمداخل ضيقه فيصير يعني الحركه صعبة. فما نريد نضيع كل ثانية، هذه كل ثانية احنا نخدم بها زائر نحل بها مشكلة. فالوقود يوصل للسيارات بمكانها، الأكل يوصل للسائق بمكانه، الخدمات بالمكان والسيارة بمكانها. نعم وهي تمشي بالشارع. وهي تمشي بالشارع. نعم نعم لطيف. يعني أحيانا تفول الوقود وهي محملة ناس. عجيب. أي نعم دائما مو أحيانا. من نصير عندنا هاي الأيام الأخيرة تدي آخر 3 أيام 4 أيام بعد ما توقف السيارة. صح. بس بالأيام اللي شوية بيها فسحة قبل مثلا بعد واحدة بالليل هيك نفولها اكو مجال، بس اكو ايام لا ماكو فيكون تروح لها سيارة الوقود. نعم نعم احنا مخلين سيارات حوضية على نقاط منتقات، هاي السيارات الحوضية تجهز السيارات بالوقود ومخلين ناس طبعا بمساعدة بقية الأقسام العتبة موضوع الأكل وإلى آخره، ناخذ الأكل ونقاط معينة يجي السائق ويمر نطيل الأكل مالته هو بالسيارة. الظاهر انه عندكم اسطول من السيارات خاصه. نعم. بنقل الزائرين. نعم. واكيد انتم على اطلاع بعدد هاي السيارات وانواعها يعني. نعم. يا ريت تعطونا فكره عن هذا الموضوع. يعني احنا عندنا السيارات عندنا نوعين تخدم الزوار، عندنا سيارات اللي هي الباصات 28 راكب اللي هي الكوستر، وعندنا 38 راكب الباصات اللي يعني ايضا باصات نقل الاشخاص، عندنا السيارات الصغيره اللي تنقل الوفود وغيره اللي 7 راكب و4 راكب. نعم. هذه كلها مستنفره في خدمه الزائرين، اضافه الى متطوعين يجون معنا. يعني مثلا بس خليني اوقف لهي النقطه. نعم. العدد الباصات اللي هم 28 يعني. نعم. خلينا نسميها المتوسطه. نعم. كم عدد هالرقم؟ عندنا 20 باص. 20 باص في قسم الآليات، وعندنا 130 سيارة كوستر، وكل سيارات العتبة البقية تستنفر ويانا. يعني من يكون أكو ضرورة سيارات قسم السياحة الدينية مثلا تكون ويانا، سيارات بقية الأقسام تكون ويانا. نعم. إضافة إلى كل سنويا من حوالي 5-6 سنوات سيارات معمل سكر الاتحاد مشكورين متطوعين ويانا بحدود 200 سيارة مجموعة 200 باص؟ لا 200 سيارة مكشوفة. 200 سيارة أي تعرف الزيارة يعني اكو كتله بشريه هائله تتحرك في يوم واحد في كل الدول. جنابك مطلع مهرجان بسيط ايش قد وما ممكن يحيرون بيه وما مو دائما يرهم زين. فالحمد لله والشكر يعني تحقق نجاحات ممتازه رغم الظروف الامنيه، والحمد لله هسه الظروف الامنيه استقرت نوعا ما. فهذه السيارات موجوده ويانا وموجوده متطوعين ناس يجون بسياراتهم مجانا يبقوا ويانا. هو سياره اشرافكم؟ نعم 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 هذا طبعا اكيد اكو آلية معينة. نعم مو نعم كل واحد نعم ولا اي سيارة. نعم 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 ذول الناس معرفين موثقين، احنا بياناتهم يعني بياناتهم عندنا داخلة على الحاسبات وكل شيء مسيطر عليه، ونعرف الاشخاص حركتهم ايضا تحتنا. احنا عندنا مراقبين جوالين بسيارات من قنطرة السلام الى ام الهوى بالعكس على مدار الساعة، اضافة الى اكو ناس موجودين ثابتين نقاط ثابتة. انا من احتاج معلومة في نقطة معينة واني افرض بقنطرة السلام واحتاج معلومة في الهندية او في ام الهوى، عندنا النداء 4 وعندنا النداء 9 وعندنا الموبايل، فعدي اشخاص موجودين، احنا صورة حية في كل دقيقة موجودة على مدار الساعة. طبعا مع هذا الكم الكبير من ما يمكن نسميه اسطول نقل. نعم. يعني خاص بقسمكم وبالجهات الساندة إلى عندكم إحصائية عن عدد مرات نقل يعني استخدام السيارة أو عن باص 28 راكب أو 38 راكب كم مرة يروحوا يجي باليوم؟ ربما يعطينا مقاربات رقمية عن عن يعني حجم النقل اللي جاي يصير. يعني شوف سيدي الكريم، بالأيام العادية المسافة من قنطرة السلام إلى أم الهوى متتجاوز ربع ساعة، بالكثير 3 ساعة، يعني بحدود الساعة تقريبا يروح ويرجع يحقق نقل يعني ذهاب وإياب، هذه بالايام الطبيعيه. لكن بالزياره هي كم كيلومتر هاي المسافه؟ يعني بحدود 20 كيلومتر تقريبا. نعم. بالايام الاعتياديه هذه مو اكثر من 3 ساعة ذهاب و3 ساعة اياب، خلينا نقول بالحد الاقصى ساعه. انت مع 150 سياره تتحرك كلها بساعه واحده وترجع. لكن المشكله وين؟ المشكله ازمه الطرق، يعني الطرق ما مهيئه.
كثافة الزوار يعني زوار ما لا تسمح بالسيابية ما محددين على نقطة معينة على جهة معينة بحيث أكو مكان مفتوح للسيارات، فحركة تصير بطيئة، أكو نقاط خنق بالطريق يعني مع الأسف لسنين ما تعالجت، تدري يعني ظروف الدولة والقضايا المالية وإلى آخره، ودي يشتغلون المحافظة الله يجزيهم خير يشتغلون على تذليل هاي الصعوبات. إذن هم الحركة تقريبا تقدر تقول يعني بالمرة الواحد خلينا نقول بال 24 ساعة تتوقع عندك رقم لعدد يعني أيام الزيارة أيام الذروة؟ نعم يعني السيارة قد تحقق أربع نقلات مو أكثر. أربع نقلات مو أكثر أيام الذروة. بالأيام خلينا نقول قبل الذروة يعني. قبل الذروة تقدر تحقق لحدود 30-40 نقلة. 30-40 نقلة. أكثر. أها. إيه. لأنه مسافة بسيطة. المسافة تصير نعم. يعني هاي تتبع الحركة والازدحام نعم. اللي صار نعم. عندك. نعم. يعني قلت لك إحنا السيارات أنا أحكي على 24 ساعة سيارات تشتغل 24 ساعة السيارة ماكو عندي هدر بالوقت. ينزل السائق ألف يصعد السائق باء والسيارة شغالة والناس بيها يعني عندنا الوجبة الصباحية مثلا ندخل إنذار إحنا من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 6 العصر السائق البديل بالخمسة ونص موجود يجي هذا الشخص اللي أفرض شال الزوار من قنطرة السلام ينتظر بالإبراهيمية ينزل السائق اللي انتهى دوامه ويصعد السائق اللي بدأ دوامه يعني الفرق يمكن هاي الثواني نعم 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 أحسنتم ناخذ فاصل نعم. ونرجع نكمل حقيقة هذا الكلام مفيد ممتع في نفس الوقت وإن شاء الله الزارين أيضا يستفيدون من عند المشاهدين كذلك أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية يجب الالتزام بما يأتي مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء تعقيم وغسل اليدين باستمرار تقبل الله أعمالكم أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى لنكمل هذا اللقاء مع قسم الآليات في العتبة العباسية المقدسة ومعلومات جديدة أيضا على هذا القسم المبارك عندنا الآن إحنا تكلمنا بالقسم الأول من البرنامج عن أهم يعني شعب القسم اللي هو نقل الزائرين المجانين هناك شعب أخرى خدمية ضمن القسم بحيث تقدم خدمة للزائر ولو بشكل غير مباشر احنا عندنا شعب اخرى كثيره راح اركز على شعبتين شعبه السيطره اللي هي هذه اللي تنقل الاشخاص بسيارات 7 راكب و4 راكب تنقل اللي متخصصه ايضا بقضايا سيارات الاسعاف اللي تكلمت لك عنها سيارات تخصصيه اللي هي السيارات الحوضيه يعني تعرف بالذروه بحاجه الى مياه بحاجه الى غيره صح. سيارات سحب المياه الثقيله ايضا هذه موجوده في قسم السيطره هذه دعم غير مباشر لحركه الزوار ولراحه الزوار اضافه الى انه تعرف هذا الاسطول من السيارات بحاجه الى ادامه بحاجه الى صيانه يعني ذكرنا في هذا المسألة لازم نرجع لهذا الموضوع الآليات مال التناكر نعم نعم بس خلينا نتكلم هذا نعم. هذه بحاجة إلى ديمومة حتى أنت تضمن عملها وأنا قلت لك تشتغل السيارات 24 ساعة يعني أحيانا وصلنا ل 15 يوم السيارة ما تنطفي 15 يوم ما تنطفي السيارة على مدار الساعة على السيارة كبير هذا يعني فهذا بحاجة إلى جهد إدامة وصيانة إحنا قبل شهر أو شهر ونص نبدي حملة رغم أنه صيانة دائما للسيارات نبدي حملة صيانة أنا عندي ستاف متخصص بصيانة السيارة من الدعامية للدعامية كل الخدمات ميكانيك كهرباء صبغ سمكرة إلى آخره بل هذا لسيارات القسم يعني الآليات هو أنا أريد أركز على هاي النقطة يعني انتم معناته انتم انا يعني فهمت انه انتم عندكم اشبه بمدينه صناعيه نعم. يعني مدينه صناعيه احنا ما نحتاج برا يعني ما نحتاج سيارتنا سواء يعني بالوضع الطبيعي عندنا جراج خاص بينا وبالسيارات بالشارع ايضا عندنا موبايل وركشوب تروح لهم تبديل زيوت عطلات مسائل بسيطه غيرها كلها تصير بالشارع اضافه الى هذا سيارات العتبه العباسيه اللي هي بحدود الالف سياره كلها صيانتها عندنا موجوده بالجراج عندنا يعني جانب الميكانيك جانب كل السمكرة كل بمبر تو بمبر دعامية للدعامية كل ما يخص السيارة إضافة إلى بعض الدوائر الدولة الخدمية تستعين بقسمنا وبتوجيهات من سماحة السيد ونصلح قسم من سياراتهم وحاليا أنا عندي مجموعة من السيارات مجموعة من الإسعافات لوحدة من الدوائر وسيارات أخرى لبقية دوائر الدولة اللي هي تدخل بشكل مباشر بخدمة الزائرين تنصلحها على نفقة العتبة العباسية نعم. نوع من المساعدة في نعم. خدمة الزائر أيضا نعم. زين معناته أنه هذا
قسم المر يعني المرعب المرعب اسمه نعم. أو شعبة المرعب مرعب الشهيد معر نعم. فهذا الشعبة يعني لازم تهيئون السيارات حتى قبل موسم الأربعين يعني نعم. بحيث تهيئ في جانب الصيانة لو صار عندكم عطل مثلا حتى السيارات تروح سيارة قلت متنقلة تصلحها. سيدي الكريم احنا أشبه المقاتل إيد على الزناد مباشرة تدري يعني على مدار السنة في مهام عندنا في مهام نقل سواء زيارات مليونية سواء مناسبات موضوع الجائحة موضوع الفتوى الجهاد كل هذه السيارات فإحنا موجودة صيانة دورية وصيانة مخطط إلها وصيانة فجائية على مدار الساعة على مدار الساعة يعني إحنا ندخل إنذار 14 يوم كل من هو في قسم الآليات إنذار نداوم 24 ساعة الفنيين المهندسين السواق الدعم اللوجستي كله. شعب أخرى عندكم في قسمكم حتى نتكلم عنها أعتقد السيطرة قلنا عليها نعم. السيطرة اللي تخص السيارات الصغيرة والسيارات اللي هي التخصصية التخصصية اللي هي سيارات الحوضية والإسعاف والسيارات المياه الثقيلة. يلا تدخلونا بالصورة في هذا الموضوع يعني احنا عندنا بحدود 10 سيارات إسعاف. هذه السيارات في خدمة الزائرين أبو الفضل العباس وأبا عبد الله الحسين عليهم السلام على مدار السنة وعلى مدار الساعة يعني أنا كل شيء بقسم الآليات 24 ساعة نعم. ثبت هاي النقطة ابتداء هاي النقطة مهمة يعني سواء سيارة نقل زائرين سيارة نقل أشخاص سيارة تخصصية 24 ساعة على مدار السنة جمع عطل أعياد 24 ساعة نعم. يعني احنا دوامنا 24 ساعة يعني ما عندكم توقف في خدمة الزائر فموجودين في خدمة الزائرين في كل مكان بل بالسنوات الماضية دخلنا في موضوع لخدمة أبناء المدينة وخدمة المدينة أبعد من قضية نقل الزائرين موضوع الأمطار تتذكر اللي صار في مدينة نعم. كربلاء كان للعتبة العباسية جهد مميز مو بالكربلاء للحلة ورحنا لأن محافظات مجاورة أيضا قدمنا خدماتنا يعني سحب المياه مات نعم مياه صارت عندنا نعم. بالشوارع وكذا أي مشكلة حاليا وين موجودة مشكلة العتبة العباسية مثل ما هي العتبة العباسية جهودها مباركة في موضوع الجائحة مستشفيات بنت في محافظات وفي غيره وهذا معروف للجميع نعم أكيد. أيضا موضوع النقل نفس الشيء طبعا هسه هنا أنا تبادلت ذهني يعني موضوعة السيارات اللي نقلت يعني هسه احنا من بنينا مستشفيات في كربلاء وفي المحافظات وبغداد ظهر انه اسطول سياراتنا موجوده وياهم كان وياهم سياراتنا يعني وياهم من يبدي يعني حقيقه قسم الاليات انا اسميهم ابطال مقاتلين في كل الظروف في كل الظروف هو يعني انا قد افاجئك بمعلومه يعني ايام قتال داعش عندنا قسم من السيارات فقدنا الاتصال بهم فقدنا الاتصال بهم ينتدي مناطق صحراويه وغيره يفوتوا مكانات فحاله حال المجاهد حاله حال المقاتل نعم زين سيارات إنشائية شغلكم لو شغل المشاريع؟ لا سيارات إنشائية شغل قسم آخر قسم المشاريع نعم. بس أنتوا عندكم الآن الآن بالنسبة للمواكب حركة المواكب تناكر المي أنتوا تقدمون للطرق الخارجية لو يعني المدينة القديمة أيضا يعني ابتداء المدينة القديمة بس وين أكو حاجة إحنا جاهزين وين أكو حاجة لو جاكم اتصال يعني أي مرات مثلا أفرض بعض دوائر الدولة لظروف خارج عن إيدها غيره أكو اختناقات معينة إحنا الطوارئ اللي موجودين تعرف منتسب العتبة العباسية عنده همة داخلية صح. يعني منتسب العتبة العباسية ما يشتغل حالة حال الموظف الموظف عنده ساعات عمل معينة مع اعتزازنا بالأخوة يعني يجونا ناس من بغداد محافظات عدة ساعات محددة يشتغل بيها الإخوان هنا لا مستشعريها قضية خدمة يعني أنا عندي ناس يقول لك ما أروح مع الساعة يشتغل يقول لك أبقى استمر ما رغم هو مداوم بمعاش نعم. يعني ما يروح يكمل نعم. فبالتالي أنتم مثلا تجيكم اتصالات عن طريق سيطرة العتبة سواء على العتبة أو من المحافظة مرات المقر المسيطر بالمحافظة أنا عندي جهاز اتصل يعني الجهاز الخدمي موجود وياهم إحنا موجودين في كل لحظة وبالنسبة لتقديم الخدمات نعم. شعبة السيطرة يمكن قلنا نتكلم عنها هو هذا نفس نعم. الكلام شعبة السيطرة اللي هي بها السيارات التخصصية الحوضية والمياه الثقيلة والإسعافات وسيارات نقل الوفود نقل الزوار نقل الأشخاص هذه موجودة على مدار الساعة أيضا زين الأربعينيات السابقة طبعا هو الأربعين هو بحد ذاته هو تحدي عالمي أنا أعتبره يعني حدث عالمي ولا يوجد له مثيل في العالم تحدي السنة عندنا بالإضافة للأربعينية اللي هو تحدي لا يوجد له مثيل عندنا في هذا التحدي فوق تحدي جائحة كورونا نعم. شون قدرتوا توفقون في هالمسألة مثلا يصير تعفير للسيارة مثلا نعم. قبل وبعد هاي يريد تسلطون الضوء عليها يعني. بالمناسبة هسا احنا سياراتنا بدينا انذار من قبل أربعة أيام طلعوا ويا قسم من الإعلام راحوا للبصرة نعم يعني تغطيات إعلامية تغطيات إعلامية هذا يبقى بحدود 25 يوم السائق ما راجع لهنا نعم
يؤدي مهام على الطرق الخارجية. موضوع الجائحة احنا في قسم الآليات بدينا وجاهزين حاليا كل السيارات، عزلنا السائق يعني مكان السائق معزول عن مثل مقصورة مقصورة من النايلون معزولة، مجهز بكمامات، مجهز بمواد تعقيم، والسائق معزول عن الركاب. إضافة إلى أنه السيارات عندنا مضخة خاصة قسم الإخوان أعطوناها الله يبارك بهم، الأخ الشيخ ميثم متفضل أعطانا واحد من الأجهزة اللي جايبيها تخصصية، وهذه نعفر بها سياراتنا ونعفر بها حتى أماكن تواجد المنتسبين. نعم، حتى توافقون بين مسألة النقل والخدمة ومسألة الالتزام بالتعليمات الصحية، الحفاظ على الناس، على أرواح الناس، على السواق، لأن تعرف أني يعني السائق شخص بعينه، يعني لازم سائق موجود للسيارة. صح، سيارة بدون سائق ما لها قيمة. بالضبط، فقضية الحفاظ على سلامتهم وصحتهم وبالذات بهالفترة هذه قضية مهمة جدا يعني. أحسنت. ومو كل شخص يقدر يتحمل، تدري الزائر تعبان، أمزجة مختلفة إلى آخره، ثقافات مختلفة. سنوات سابقة كانوا يجون يعني زوار من بلدان، يعني إحصائية تقول 80 دولة يعني. إحنا ملتزمين أن نعكس صورة حضارية عن مدينة كربلاء وعن الخدمة لزوار أبا عبد الله الحسين من ما أجى هذا الشخص. أحسنت. سواء من الداخل أو من الخارج. إحنا نروح إلى فاصل إن شاء الله ونكمل بالقسم الأخير. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل، تذرونا. أيتها الزائرة المؤمنة، كيف تستحضرين سيدة زينب عليها السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تسيرين وتستمعين إلى مراثي العزاء بعبرة وحزن، فأنت قد استحضرت مولاة زينب بحزنها وألمها. وأنت تسيرين وتقرئين آيات من القرآن وتلتزمين بأداء الصلاة في وقتها، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في عبادتها. وأنت تسيرين وتستغفرين لك ولوالديك، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في برها للوالدين. وأنت تسيرين وتستثمرين المشي في حفظ سورة من القرآن أو دعاء، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في علمها. فبادري من الآن واستحضر السيدة زينب عليها السلام في شخصيتك، وكوني مثالاً وقدوة للمرأة الزينبية. عدنا وإياكم أعزائي المشاهدين لتكملة هذا اللقاء المفيد وهذه المعلومات التي حقيقة هم الزائرين خصوصاً والمواطنين عموماً. أستاذ عبد الجواد، بالنسبة للخدمات المقدمة للزائرين من خلال أقسام أخرى عن طريق قسمكم، شنو المساهمة اللي بهذا الموضوع؟ يعني أود أبين لك أنه كل أقسام العتبة بطريقة أو بأخرى هي يعني جهدها لخدمة الزائرين. مثال بسيط، مثلا موضوع المستشفيات هسه اللي بنيت في محافظات متعددة قام بها قسم الصيانة الهندسية. نعم. وإحنا متكفلين بموضوع النقل، يعني سواقنا كأنه واحد من الملاكات. يعني نقل المواد ونقل الملاكات ونقل الأشخاص، جلب المتطلبات يحتاجوها والشغلات اللوجستية والكذا. احنا موجودين في كل أزمة، مثلا أزمة المي اللي صارت بصرة قبل ثلاث أربع سنوات، يعني العتبة العباسية المقدسة بتوجيه سماحة السيد بجهود مباركة سوينا محطات تحلية هناك. احنا قسم الآليات دزينا أربع سيارات حوضية ومن ذاك الوقت لحد هسه موجودة على مدار الساعة مرابطة هناك، وهذه كل تكاليفها وكل غيرها على العتبة العباسية. تنقل المي للأهالي، المي الآرو طبعا، وللمستشفيات وللدوائر الخدمية تخدم المدينة. زين، هنا عندكم في المدينة أيضا في كربلاء طبعا. نعم. خدمات في هذا المجال، يعني خدمات خلينا نسميها غير مباشرة. يعني أعطيك مثال بسيط. زين. العتبة العباسية بدت من فترة طويلة تشجير المدينة، موضوع الأشجار وغيرها. هذه الأشجار كلها اللي بالمدينة إحنا العتبة العباسية إحنا متكلفين بسقايتها على مدار السنة، واللي هذه لها آثار يعني غير مباشرة على راحة الزائرين، على جمالية المدينة، على موضوع البيئة، وتعرف حتى هسه توفر الظلال بالنسبة للمواكب. هسه إحنا يوم الأربعين. ظلال مواكب زوار جمالية المدينة، تدري هذه مدينة أصبحت عالمية، مدينة أبا عبد الله. صح. مدينة عالمية الآن فعلا. نعم.
وبالتالي الخدمات اللي تقدموها ايضا في هذا المجال لادامه هذا ولا بدون هاي خدمه السقي يعني معناتها ما ممكن تستمر الاجال. زين الخدمات الاخرى في مجال يعني احنا عندنا تعرفون ايام الاربعينيه لا سمح الله تعرفون مواكب كثيره ممكن تصير ربما حوادث اثناء الطهي يعني طباخ او شيء هاي شلون تقدرون يعني تقدمون خدمات مساعده؟ قلت لك أني كل الدوائر الدولة إحنا موجودين لمساندتها سواء بالداخل المحافظة أو خارج المحافظة. مثلا مرات تصير قضايا حرائق بالمواكب بالفنادق بغيره العتبة العباسية ويا الدفاع المدني إحنا نجهزهم بسيارات الحوضية حتى باعتبار حتى سياراتكم قريبة على قريبة وإحنا موجودين على مدار الساعة صح. يعني أنا ألفت نظرك إلى قضية دوائر الدولة يداوم 8 ساعات وراح موظف هذا إحنا موجودين 24 ساعة صح. ويا الدفاع المدني سيارات الحوضية حاليا هسه بهاللحظة هذه تخابرني بالدقيقة سيارة موجودة عباية ما يجهزة مليانة وجاهزة وين ما تحتاجها وهي بالنتيجة تقلل الخسائر تحافظ على أرواح الناس زين. أضافة إلى مثلا موضوع الوقود اللي إحنا نقله لكل أقسام العتبة موقعيا الأقسام اللي قائمة على خدمة العتبة مثلا عندك موضوع مطعم المضيف قسم المضيف اللي هو يقدم وجبات الغذاء مجانا للزوار كل خدماتهم احنا توفرهم مسألة نعم الوقود نعم نعم. يعني قصدك الغاز مسألة النقل مسألة يعني المشتريات مالتهم بسياراتنا احنا ننقلها كل شيء زين. بالنسبة لل يعني الطرق عندهم مضائف على الطرق الخارجية يعني تقدمون أيضا بهذا المجال يعني مثلا أكو جهد تبليغ وجهد توجيه ديني هذه إحنا كل زيارة نخصص بحدود 30 سيارة هذه مفرغة لقضايا التبليغ الديني تبليغ الديني نعم. والخدمات اللي يعني نقدر نسميها يعني اكو جهات معينه بالنجف الاشرف وبالخصوص الحوزه يعني عندك الفرق التبليغيه على الموضوع هذا سيد مكي الصافي قائم على الموضوع هذا تخصص سيارات واحنا السيارات والوقود وغيره كلها قائمين عليه وتقوم يعني معناته انتم الحكي عندكم محطات وقود خاصه بكم يعني احنا شوف العتبه العباسيه تصرف شهريا لخدمه الزوار بطريقه مباشره او غير مباشره أكثر من 900,000 لتر غاز. أعطيك معلومة لتر الغاز الواحد يمشي السيارة بين 6 إلى 8 كيلو متر فتتخيل بحدود 1,000,000 لتر أو 900,000 لتر إشقد هذا الجهد إشقد يعني كيلومترات ماشية لخدمة الزائرين هذا كل الجهد بالنتيجة لخدمة الزوار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هاي هذا رقم اللي خلينا نسميه الحجم وهذا كل جهد مجاني بمناسبة واضح مجاني نعم. طبعا أكيد نعم. يعني العتبة تقدمه مجانا لخدمة الزوار يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة زين هذا الحجم بالأيام العادية هذا مثلا احنا نقول هاي الأيام العادية نعم الأيام العادية أيام الزيارة لا توصل للذروة لا موضوع يختلف يعني قد يعبر المليونين ربما يعني إحنا نحتاج ناخذ حصص إضافية من وزارة النفط حتى نقدمها السيارات اللي تجي من الوزارات سيارات دوائر الدولة إحنا نجهزهم بأثناء الزيارة إحنا نجهزهم بالوقود بالنسبة إضافة إلى المناسبات اللي تصير بالمراقد اللي بسامراء بالكاظمية بالنجف تودون أسطول سيارات نودي أسطول سيارات وأسطول سيارات خدمي وأسطول سيارات نقل ووقود وكم زين حكينا بالبداية الحلقة على المتطوعين اللي يجيبون سياراتهم عندكم البروتوكول ويا شركة الاتحاد للسكر نعم وقلت لي زودوكم ب 200 سيارة أسطول نعم. أيضا كبير أضافة يعني. إلى أهالي عندهم سيارات مجموعة فإذا ما أعتقد تصل ربما 300-400 حمزة الغربي نعم. ذول بسياراتهم الخاصة ويجون أنتوا شو تقدموا لهم؟ ذول يقول إحنا نقدم لهم كل الدعم السكن الأكل الوقود من لحظة يعني التسهيلات الأمنية المشاكل باجات باجات ومعرفين قسم من عندهم سياراتهم تعرضت الى تلف العتبة عوضتهم قسم منهم صارت لهم حوادث العتبة دفعت الدية عن السائق نعم جميل هذا شيء مهم يعني سيارة المتطوع تتضرر يعني قسم الناس طيناهم سيارة مكان سيارته صار عنده حادث دهس وتوفى العتبة دفعت الدية وذول الناس متطوعين احنا نقدم لهم السكن الاكل الوقود كامل وذولي بالعكس يعني نعاملهم معاملة خاصة باعتبار متطوعين لكن تقدمون لهم كل ساعة حتى مشاكلهم تعرف كل موجود بالمدينة هو يريد يخدم كل واحد من زاويته رجل الأمن من زاويته فيصير احتكاكنا معهم احنا موجودين لتذليل هاي الصعوبات مثل ما قلت لك احنا ناشرين مراقبين موقعيين وسيارات في كل مكان
حسنت. وعلى تواصل ويا دوائر الدولة والجهات الأمنية. معلومات قيمة أستاذ عبد الجواد زغيبي، وأنا هواي أشكرك على هذه المعلومات ونيابة عن المشاهدين والزائرين بشكل خاص. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن استماعكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.